لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. القبض على 3 أشخاص في حادثة وفاة عريس ليلة زفافه. بعد مأساة حادثة وفاة عريس ليلة زفافه بنابلس، تطورات جديدة في متابعة للحادث المأساوي التي جدها بجهة الحمامات، أين توفي عريس ليلة زفافه بصعقة كهربائية. قال مصدر مسؤول بالحرس الوطني بنابلس أن فرقة الأبحاث العدلية بنابلس بعد تعهدها من قبل وكيل الجمهورية بالتحقيق في حادثة وفاة الشاب عزيز كورمبالي قامت بإيقاف 3 أشخاص من المصاحبين للفرقة الموسيقية التي أحيت حفل الزفاف، كما تم إدراج صاحب الفيلا أين أقيم الحفل بالتفتيش لمخالفاته القانونية، وهو رجل أعمال يقيم بالخارج، بعد أن تبين أنه يقوم بتأجير الفيلا للحفلات الخاصة دون حصوله على التراخيص اللازمة وفق ذات المصدر، حيث أنه صاحب الفيلا الذي يقيم بها حفل الزفاف هو رجل أعمال يقيم خارج تونس، وهو يقوم بتأجير الفيلا دون تراخيص. وأفاد المتحدث ذاته أن الأبحاث في الحادثة متواصلة، وتم استخدام فريق خاص من الشركة التونسية للكهرباء والغاز للوقوف على الجهة المتسببة في وجود ماس كهربائي أوضى بالضحية.